أخبار اليوم. ما زالت تحافظ على شفافيتها حتى الآن في النظرة المشتركة إلى مستقبل البشرية رغم التغيرات العنيفة التي يشهدها العالم. من المتوقع أن تأتي القضايا السياسية على رأس أولويات الأجندة العربية والتي تتمثل في القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإنشاء قوة عسكرية عربية والأوضاع في سوريا، ليبيا واليمن. ولا يعني هذا أن الجانب